بحال الفوز بضربه الترجيح. نعود من جديد ضربه البدايه بين المنتخب الوطني المغربي ومنتخب الفرنسي ب13 لقب. يليه في المركز الثاني المنتخب البرازيلي ب9 القاب، منتخب انجلترا ب7 القاب. البرتغال تفتك الكره من جانب لاعب المنتخب الوطني المغربي الياس الزيان، يبحث عن التمرير في اتجاه عبد الله الريحاني. جول 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 اول لفائده جبال الاطلس. عبد الله الريحاني يعلن عن اول هدف الاشبال بعد تمرير رائع والانطلاقه من الجهه اليمنى من الياس الزياني، يودي كرة الهدف الاول لعبد الله الريحاني الذي لم يتوانى في تسجيل اول هدف المباراة. عبد الله الريحاني يسجل، نتابعنا العمل كل العمل كان من الياس الزياني، افتك الكرة هنا، انطلق من الجهة اليمنى ومرر في اتجاه عبد الله الريحاني الذي اعلن عن اول هدف اشبال الاطلس في هذه المباراة. هدف دون رد بعد مرور تقريبا 12 دقيقة لعب، وإن شاء الله المزيد من الأهداف وفرحة مغربية هناك في المدرجات. ضربة خطا غير بعيد عن مرمى الحارس عبد الله بن تايك، وراء تنفيذ ريكاردو. سنتابع، تنفذ الكرة وهدف التعادل. هدف التعادل لمنتخب بنما المسجل انخيل اورليان. تابع لإعادة من مختلف، يتقدم للتسديد عبد الله الريحاني. عبد الله الريحاني يسجل، يسجل بطريقة رائعة. عبد الله بن تيك وريكاردو، ضايعة من جانب ريكاردو. تمارون الثانية إن شاء الله في شباك. بالفعل يسجل. إذن تمارون يسجل الهدف. عبد الله ولويس يسجل، فيلديس لويس يسجل الثالثة. محمد رديد يسدد ويضيع، محمد رديد يضيع ضربة الجزاء. خوسي برنار وعبد الله بن تيك، خوسي وعبد الله يتقدم للتسديد ويسجل. عدنان بن سعد يتقدم للتسديد ويسجل، يسجل عدنان بن سعد ركلة الجزاء. إن شاء الله تضيع. سنتابع إدغاردو وعبد الله بن تايك. عبد الله يلا يا عبد الله، يلا يا عبد الله. يسجل إدغاردو. عبد الرحمن يسجل، عبد الرحمن، عبد الرحمن يتقدم لتسديد ركلة الجزاء الخامسة لمنتخب بنما. يسجل، يسجل لاعب غينغا البلجيكي يتقدم وجه لوجه مع بيرير ميغيل امين، وبيرير يسجل. يتقدم للتسديد ويسجل. خمسة مقابل المنتخب الوطني المغربي رضا الرقوي. يسجل، يسجل رضا الرقوي لاعب جيل فيسنت البرتغالي. من جانب لاعب منتخب بنما خوسي ماتوس يسجل ايضا. أنتاكي وسام الأنتاكي لاعب ليلى الفرنسي، وجه لوجه مع بيرير ميغيل. بيرير ميغيل يسجل.
الان تاكي لاعب ليلى الفرنسي والمنتخب بنتيك. هذه المره سيوقف عميد منتخب البنما ريناد وبنتيك. كان قريب عبد الله بنتيك لكن ريناد زرور. عبد الله زرور يسجل بيرير ميغيل وعبد الله بنتيك وجه لوجه. بيغيل يسجل بيرير. عبد الله بنتيك يتقدم يضيع عبد الله بنتيك. يسجل اديسون اذا نهايه المباراه فوز منتخب بنما بركلات الترجيح ب9 مقابل 8.